وبعض الناس يسلم عن يمينه وشماله اذا فرغ من الصلاه، بعضهم يقول حرما، يعني هذا شيء، يعني يقولون هذا اكثر الخير في السلام من بين المسلمين، ما في شيء. هذا اذا تلاقوا الصف ولا سلم بعضهم على بعض، سلموا للنافله وصاف بعضهم بعضا، طيب لا متخذها كذا، ما هو بعد الفرض. لا كل من يسلم يحيي طفيفه، من يسلم يحيي انا ما لها شيء. اما التطوعات الاخرى صدقات يكثر منها، صلاه النافله يكثر منها، تسبيح يكثر منها، كل هذا لا نحسنها.